نحكي عليه سمير اللي هو الدفاع. الدفاع نتفكروا مباراة دريمز معنا في ربع ساعة الأولى ولي دي مينوت الأولانيين معنا صاروا شوية معنا أخطاء على مستوى الدفاع. هنا الشواء عند سعيد بأكيد هو يعرف خيماني معنا الجوار تاعه، فما معنا اسكندر العبيدي على البنك، فما رامي البدوي، شريفي ممتاز، ممكن عمراني قاعد يقوم بعض الأخطاء. حاجة أخرى مهمة زادة لازم غدوة معنا معز حسن بصراحة. لا مش يقوم بعض الأخطاء، ممتاز برشا. خكمل لو نحي ولا لا قلت لك معز حسن الغدوه لازم يكون شريفي و و و نشوفك على عمراني هو على عمراني هو لا عمراني في مباراه الاخر قاعد يقوم لا 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 شوف ممكن ترجع مباراه ترجع مباراه الاخيره في 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 الذهاب شوف لي سونتر اللي خذوهم يعني المهاجم وكاد معناه يسجل منهم معناه المدافع كان يفوت الزيرو المباراه انا متاكد انك تحكي على البونتو كيف على كثر المباريات هما فما كذا مباريات اربع مباريات لا 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 قاعد يقدم في مستوى ممتاز دقيق فما اخطاء فما اخطاء مش مدافع ما يخطئ كل مدافع ما غلطش السنه بيان سور شوف انا قلت معنا فما لي شوا عند سعيد ما قلتش نحي العمراني فما لي شوا يا فما شيء فما فما اسكندر العبيدي فما رامي البدوي اكسيال جوش رد بالك اكسيال جوش سي افونتا يلعب سي بوليسار سي انا افونتاج راه بيان سور سي افونتاج قلت لك اما حتى رامي البدوي واسكندر العبيدي لاعبين مهمين شوف فما مدربين لما تخسر اول حاجه يبدل شويه معناها في الطريقه الدفاعيه نتاعو انا معاه انا معاه يخليهم بالعكس انا نعطي في الاشواد عندي سعيد نعرف بس ما تطولش في الموضوع الديفونس اكيد معاك به حاجه اخرى قلت لك معز حسن معز حسن لازم معز حسن يكون هو اللي يدور من تالي هو اللي يوجه الدفاع معز حسن لاعب خبره لاعب البرة نحسه فيه ان بو تيميد في الكاج بصراحه حشام انا شخصيا نحس في معز حسن الحارس الحشام الوغ حارس كلوب افريكان تكون غول من تالي او كان مدير رياضي في افريقيا توافق عربي ما يجيش يتفرج في راد في الكلوب هذاك عليه ما يسمعوش في التلفزيون اي نحكي لك يعني الجارديا يعيط ما شاء الله ويوقف اصحابه عارف عنده بورسنتاج تاع بريسيزيون في لي باس اكثر من جوارات في الشامبيونات تاعنا عنده 91% سابخوف اليوم في الكوميونيكاسيون مع اصحابه موجود شوف عادل التغييرات باش يصيروا في وسط الميدان هذا متاكد بصراحه النادي الافريقي بارابور للفريق هذا هو سمير لخص كل شيء لكن انا نقول اللي فما فرق بعيد الحقيقه سواء في الكاليتي التكنيك ولا في اللي تحب انت بقى نقول لك انا اللي النص ساعه الاولانيه كما حكى سمير سورتو 20 مينوت الاولانيين باش يجيو فرص باذن الله يلزم برشا تركيز وكاو مي سينو باش ما نكبروش المباراه برشا في رادس قدام جمهور يلزم النادي الافريقي يرجع الثقه للاعبين حتى الستاف تكنيك نتاعو تحب ولا تكره عادل ولذلك انا نتصور اللي بورسنتاج كبير الافريقي باش تنتصر ان شاء الله. عادل جوست اضافه صغيره انا حسب رايي الشخصي النادي الافريقي في المباراه هذه لازم يرجع للثوابت نتاعو اللي هي في اول 20 دقيقه يمركي 1-2 وبعد يلجر الماتش والحاجه الثانيه والاهم هي راهو الكاستينج في المباراه هذه لازم يكون صحيح خاصه في وسط الميدان لانه زوز مباريات الاخيرين الحقيقه حسينا وكانوا الاختيارات فيها وعلى في وسط الميدان بليسيور زاد بون بار اوبليغاسيون لازم كيما مركيش في 20 دقيقه الاولى زاد يقعد في خطر اكيد يقعد بالتوازن لكن هو من نقاط القوه نتاعو النادي الافريقي الموسم هذا انه يسجل في اللونتام ويدخل كيما يلزم ومن بعد يجاري المباريات ما كان تعرف علاش خاطر كانوا لي دو اللي هما لي روبير في الوسط اللي هو غايث ويحيى وعندك زاد شهاب كانوا بليسي وغايث التو مش باش يرجع يعني حتى المباراة هذه بريفيو باش يكون موجود مش باش يكون موجود نتصور انا شهاب باش يكون اقرب واحد بالرغم هذاك اسامه برشا فرص للافريقي اي لا ديما كانت نجم تروح تسجل هدف واثنين وثلاثه ماتش الماتش الذهاب معناها ماتش الذهاب تلعب على الاكستيريور وتجيب اربع وخمسه فرص حاجه واحده نتصور ان شاء الله في رادس ان شاء الله باش تجيب اكثر من اربع وخمسه فرص وكما قال سمير لازم الهدف جست في اقرب وقت حاجه واحده الاشكال اللي بقى في النادي الافريقي هو البلاريتي اللي مش قاعده تمركي في البلاريتي ان شاء الله ان شاء الله او موا المباراه هذه باش يجيو برشا ديفوت بقرابه 18 او موا البروفيت من البلاريتي ان شاء الله اوكي خاصه ان شاء الله لكن لازم تخدم على البلاريتي لا مش في الكاليتي تعرف اسامه رفيت على مستوى التنفيذ على مستوى التنويع نتاع التنفيذ يعني جمعيه تجيها 70 بلاريتي في اربع ماتشات وما تمركيش حتى بلاريتي نقطه استفهام كبيره على 15 ماتش ليتوال بريسك على 15 على بعضهم ثلاثه برك شاتوا صحاح زوز شاتهم وسام وواحده شاتها بسام ميتولول معناتها على كل حال بالتوفيق ايضا للنادي الافريقي في مباراته يوم الاربعاء